قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. شرعنا فيما سبق فيما يتعلق بباب الأمر ولم نتمه بعده، ومر معنا أن المصنف رحمه الله تعالى كصاحب الأصل عرف الأمر أولا بقوله وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، وعرفنا احترازات هذا التعريف. قلنا الأولى أن يعرف الأمر بأنه اللفظ الدال على طلب إذا جعلناه خاصا باللفظ، والأحسن من ذلك أن نقول ما دل على طلب من أجل أن يشمل ماذا؟ اللفظ والإشارة والكتابة والقرائن المفهمة. وأما إذا خصصناه باللفظ حينئذ ثم ما جاء في الشرع من كونه أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع بالكتابة ونحوها. ثم بين أن صيغة افعل تدل على الوجوب، بصيغة افعل فالوجوب حقيقة. قلنا المراد الصيغة هنا وما مثلها من كل ما دل على الأمر، فالأمر عند الأصوليين أعم من الأمر عند النحاة، انتبه لهذا. بصيغة افعل فالوجوب حقيقة، وهذا عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربع، وهذا المراد به صيغة افعل عند الإطلاق ولذلك حكى بعضهم إجماعين على هذه المسألة. أول إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنا بأمره، يأمرهم افعل كذا، حينئذ لم يرد عنهم التفصيل هل أردت به أمر استحباب أو أمر إيجاب، لما حملوه على وجوب الامتثال، وهذا محل إجماع منهم. كذلك إجماع أهل اللغة واللسان، فإنهم عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب لأمرين: الأول أن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وذمه، وحسن العذر في عقوبته بالمخالفة للأمر. إذا أمر السيد عبده بأمر أسقني ماء فلم يمتثل، حينئذ ذمه، حسن أو لا؟ حسن الذم. كذلك لو عاقبه لكان في ترك الامتثال عذرا في المعاقبة، هذا هو شأن وخاصة اللازم أو خاصة ولازم الواجب كما مر معنا، وترك بالعقاب. إذا استحق العقاب حينئذ نقول هذا معناه أنه قد ترك واجبا. كذلك مخالفة الأمر يسمى معصية، لا يعصون الله ما أمرهم. قال في شأن إبليس لما قال لهم اسجدوا، وإذا قلنا للملائكة اسجدوا قال أفعصيت أمري، وسمى الترك ماذا؟ سماه معصية. وهذا هو الشأن في ماذا؟ في ترك الواجب. حينئذ نقول صيغة افعل تدل على الوجوب. بصيغة افعل فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلقا، وهذا بيان للصورة التي قلنا بأنه قد حصل فيها نزاع، إن صح فيه النزاع. وأما إذا دلت القرينة على الوجوب أو محل وفاق أنه للوجوب، أو دلت القرينة على عدم الوجوب، حينئذ نقول هذا يدل على عدم الوجوب، وهذا محل وفاق. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة بالفعل أو ندم فلا، بمعنى أنه إذا وجدت قرينة تدل على الإباحة حمل على الإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك إذا دلت القرينة على الندب حمل على الندب، وهكذا، بمعنى أنه إذا استعمل في غير ما وضع له يعتبر مجازا. ولذلك افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، لماذا؟ لأن اللفظ حقيقة في ماذا؟ في الدلالة على الوجوب، واستعمال في الندب استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء، ودل ذلك على أنه مجاز فيه. ولذلك لا يحمل على الندب إلا بقرينة، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. ثم قال ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. هاتان مسألتان من المسائل المهمة المتعلقة به بصيغة افعل الأمر، هل يفيد الفور أو لا؟
هل يفيد التكرار أم لا؟ هاتان مسألتان. الأمر المطلق، ونقول الأمر المطلق أولا المراد بالفور ماذا؟ هو إيجاد الفعل عقيب صيغة الإفعل. إفعل، هل له أن يؤخر أو أنه يجب عليه أن يمتثل مباشرة حيث لا يفصل بين الصيغة وبين الفعل شيء البتة؟ هذا المراد به بالفورية هنا، بمعنى أنه عقيب الأمر وهو صيغة إفعل أن يأتي به بالمأمور به، وليس له أن يؤخره، ليس له أن يؤخره. حينئذ إن أخره فقد ترك واجبا. حينئذ صيغة إفعل تدل على شيئين، تدل على الوجوب ثم على الفورية، والفور واجب، فإذا أخره حينئذ استحق العقابة كذلك، لأنه يعتبر تاركا للواجب. هل يدل على الفورية أم لا؟ المصنفون قال ولم يفيد فورا، ولكن هذا كما قلنا نقيد بماذا؟ بالأمر المطلق، لأن صيغة إفعل قد تقترن بما يدل على الفورية، وقد تقترن بما يدل على عدم الفورية، وقد تطلق، قد تطلق يعني عن قرينة تدل على أحد النوعين. إفعل الآن، صل الآن، حينئذ الآن هذا قيد يدل على ماذا؟ على أنه للفور، هذا محل وفاق. صل بعد غد، بعد غد، أو صم بعد شهر، نقول هذا مقيد بماذا؟ بعدم الفورية، وهذا محل وفاق أنه ليس لي للفوري. ماذا بقي؟ صلي، قم، اجلس، هل المراد به الفورية أو لا؟ ولذلك نعبر بأنه مطلق الأمر، يعني لم تكن معه قرينة تدل على الفورية، ولم تكن معه كذلك قرينة تدل على عدم الفورية. الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟ هذا الذي وقع فيه نزاع بين الأصوليين على قولين، يعني المشهور أنهما قولان. ولم يفد فورا، هذا الذي اختاره المذهب الأول، اختاره الناظم تبعا لصاحب الورقات، المذهب الأول وهو الذي رجحه الناظم أنه لا يقتضي الفورا، لا يقتضي الفورة، بل يجوز تأخير فعله، وعليه أكثر الحنفية والشافعية، ونسب للشافعي وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله تعالى. حينئذ يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت، يقتضي ماذا؟ الامتثال، افعل، افعل المأمور به، لكن هل يتقيد بوقت؟ الجواب لا. سقني ماء تذهب بعد شهر تأتيني بالماء، تكون ممتثلا. لماذا؟ لأن المطلوب بصيغة افعل مطلوب به إيجاد المأمور به، إيقاعه فقط من غير تخصيص بوقت ما، هذا الذي ينبني على هذا المذهب. حينئذ نقول المذهب الأول ما أشار إليه الناظم بقوله ولم يفد فورا، المذهب الثاني عكسه أنه يقتضي الفورة، يعني وجوب البدار إلى الفعل ومنع التأخير عن أول وقت الإمكان بلا عذر، هذا دلت عليه أدلة، وقوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا هذا أمر، والأمر للوجوب، حينئذ المسارعة بالأمر والامتثال واجبة، إذا متى ما أمر فقد أمر بماذا؟ بما يدعو إلى مغفرة الله تعالى، فإذا كان كذلك وجبت المسارعة. كذلك قوله والسابق الخيرات، وقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مدحوا بالمسارعة، وعليه يكون ترك المسارعة يذم عليه، ولا يذم إلا على ترك واجب، لا عقوبة إلا على ترك واجب، ولا ذم إلا على ترك واجب، ولا عقوبة إلا على ترك واجب، ولا ذم إلا على ترك واجب. وكذلك قوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وبخه أو لا؟ وبخه. إذن كان من شأن إبليس لو فهم أنه عاد أنه ليس على الفوري لقال ماذا؟ أمرتني وبقي الوقت، تلومني على أي شيء؟ بقي. لكن وبخه الله تعالى بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فدل على أنه على الفوري، وحينئذ إذا أخر عن وقت الإمكان الذي يمكن إيقاع ما دلت عليه صيغة إفعل، حينئذ يكون قد ترك واجبا. كذلك هو أحوط وأبرأ للذمة، وكذلك أنه مقتضاه عند أهل اللسان، فالسيد إذا قال لعبد اسقني ماء وتأخر حينئذ لامه أو ذمه أو عاقبه، كل ذلك يعتبر مستساغا، وهو ما يدل عليه لسان العرب. إذن الحاصل من هذين المذهبين أن الصواب في صيغة إفعل أنها تدل على الفوري، بمعنى أنه متى ما أطلق اللفظ إفعل وجبت المبادرة إلى الامتثال، ولا يجوز التأخير بحال من الأحوال إلا لعذر ما، فإن أخر بلا عذر حينئذ استحق اللوم والعقاب، لأن إفعل حينئذ
تدل على وجوبين. الوجوب الأول ما دل عليه لفظ افعل من حيث المادة، صلي إيجاد الصلاة، ثم تدل هذه الصيغة على أن إيجاد الصلاة يكون عقيب الصيغة مباشرة، فليس له حينئذ تأخيره. ولم يفد فورا، هذه المسألة الأولى. ولا تكرار إن لم يرد ما يقتضي التكرار. مطلق الأمر كذلك هنا، يعني يقال فيه ما قيل في الصيغة الماضية، قد يقال له افعل مرة واحدة، وقد يقال له افعل كل يوم. إن جاءت صيغة تدل على المرة حينئذ هو على المرة بلا خلاف، وإن اقترنت به قرينة تدل على التكرار حينئذ هو للتكرار. وإنما المراد متى؟ إذا أطلق عن قرينة تعين أحد طرفين. فإن كان كذلك حينئذ فيه أقوال عديدة لأهل العلم، أصحها أنه لا يدل على التكرار، لا يدل على التكرار. ولكن المرة حينئذ تدل على ماذا؟ المرة لابد منها، لأنه لا يمكن إيقاع الحدث إلا بمرة. هل يمكن أن يمتثل دون مرة؟ إذا قيل له صلي فقام فصلى، إذن هذه المرة هي من مدلول اللفظ، لكن ليس دلالة لفظية، وإنما دلالة التزامية، بمعنى أنه يلزم من الامتثال إيقاع الصلاة مرة واحدة. لكن بعد ذلك هل صيغة افعل تدل على أنه يكرر الصلاة؟ جواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأنه بمجرد امتثال الصيغة أول مرة حينئذ نقول قد وقع ماذا؟ وقع الامتثال. هذا يطلع ينزل زعزل يعني. الصوت شوش عليه فلوع. إذن ولا تكرار، هذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، وهي التي يعنون لها الأصوليون الأمر المطلق، هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟ في خلاف طويل وأقوال كثيرة، أصحها ما ذكره مصنفون رحمه الله تعالى. ولا تكرار أي لا يقتضي إلا فعل المأمور به مرة واحدة. ثم دلالته على المرة الواحدة هل دلالة لفظية أو التزامية؟ التزامية على الصحيح، نهى أنها التزامية، يعني المرة ليست داخلة في مفهوم يفعل من حيث اللغة، وإنما العقل يمنع إيجاد مدلول إفعل إلا بمرة واحدة، حينئذ صارت المرة من ضروريات امتثال المأمور به. إذن لا يدل على المرة ولا على التكرار من حيث هو، وإنما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط. ثم إن المرة الواجبة حينئذ تكون بدلالة الالتزام لا بدلالة اللفظ، وذلك لأن الأمر المطلق ورد استعماله في التكرار شرعا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة هذا للتكرار، لكن باعتبار اللفظ هنا. وإلا جاء النص خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، كذلك هذا نص قرينة تدل على ماذا؟ على التكرار، تدل على التكرار. هذا النص من حيث هو أقيم الصلاة لا يدل على التكرار، لكن بالقرينة الأخرى كذلك آتوا الزكاة، وكذلك في العرف إذا قيل أحسن إلى الناس أقيموا الصلاة يدل على التكرار باعتبار النص الآخر، وآتوا الزكاة يدل على التكرار باعتبار النص الآخر. أحسن إلى الناس مرة واحدة وانتهى أو دائما؟ إذن العرف يقتضي هنا أن الأمر هنا للتكرار، لكن بقرينة ماذا؟ بقرينة العرف. وورد استعماله في المرة الواحدة شرعا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حج كم مرة؟ مرة واحدة. ومما استدل به من قال بهذا القول أن الأعرابي لما سمع الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول قال أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يفهم التكرار، على أن اللفظ افعل حجوا لا يدل على التكرار، إذ لو كان يدل على التكرار لما حسن السؤال والاستفسار، لما حسن منه أن يسأله عربي فصيح قح ممن يحتج به بقوله. حينئذ لما سأل قال أفي كل عام يا رسول الله، دل على أن هذا السؤال في محله، إذن صيغة حج لا يدل على التكرار، وهذا هو صح
القولين إن لم يرد ما يقتضي التكرار. هذا قلنا إذا جاء ما يدل على التكرار حينئذ يكون محمولا على التكرار. ومن ذلك أشهر ما يذكر إذا علق على شرط، وكذلك إذا علق على وصف. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن كنتم جنبا فاتطهروا، متى كلما حدثت الجنابة أمر بالطهارة، أمر بالطهارة الكبرى. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشرط هنا معتبر، وأن قوله فاتطهروا يدل على التكرار بقرينة الشرطية، قرينة شرطية. وهذا كذلك محل خلاف، لكن هذا هو الصواب. كذلك قوله في الوصف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، السارق قال فاقطعوا للتكرار أو لا للتكرار، لكن من حيث اللفظ هو نقول لا، لكن لما علق على وصف حينئذ صار مفاده أنه للتعليل، أنه للتعليل. اقطعوا لماذا؟ لوجود السرقة. إذن كلما سرق سارق وجب القطع، هذا التقدير، وكلما وقعت الجنابة وجبت الطهارة وهكذا. إذن هذا ثم قرينة تدل على أن الأمر هنا صيغة افعل تفيد التكرار، ولا تكرار إن لم يرد ما يقتضي التكرار، والألف في موضعين للإطلاق. ثم قال والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. هذه القاعدة التي يعنون لها الأصوليون، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا محل وفاق يدل عليها دليل الشرع، وكذلك دليل العقل، لأنه لو لم يجب هذا الموصل إلى الواجب لأدى إلى إسقاط الواجب، لأدى إلى إسقاط الواجب. كما لو خوطب المحدث بالصلاة حينئذ نقول الأصل أنه لا يوجه إلا لمتطهر، حينئذ لو لم نقل بأنه يجب عليه أن يتطهر من أجل أن يصلي لا لزم من ذلك إسقاط الصلاة، إسقاط الصلاة، وهذا باطل. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم إذا كان واجبا بالشرع كالطهارة اجتمع عليه أمران دليلان. دليل الأول واجب الشرع، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية. الدليل الثاني هذه القاعدة، وهي صحيحة معتبرة، صحيحة معتبرة. والأمر بالفعل هكذا قاله، والأمر بالفعل أمر به يعني بالفعل، وبالذي به يتم يعني وبالذي يتم به. حينئذ نقول ما دل الدليل على إيجاب شيء فكل وسيلة تؤدي إلى إيقاع هذا الشيء ولا يتم إلا به فهي واجبة، فهي واجبة. وقول المهم المنحتم هذه تكمل المهم، والأمر بالفعل المهم المنحتم، منحتم مر معنا وكان على ربك حتما مقضيا، حينئذ الحتم قلنا بمعنى الواجب. فخصص الناظم هنا كصاحب الأصل القاعدة بالواجب، وهل هي خاصة بالواجب لا تشمل الأمر؟ الجواب لا، ولذلك بعضهم يعدل القاعدة ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، لأن الندب كذلك، إذا قيل الندب لا يتم إلا بشيء ما، حينئذ نقول هذا الشيء إن كان في أصله مندوبا جاء الندب من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة القاعدة، وإن كان مباحا صار مندوبا إليه بهذه القاعدة، هذه القاعدة. حينئذ الشراء شراء السواك، السواك في نفسه مندوب، الشراء هذا البيع والشراء ليس في الأصل فيه مباح، لكن إذا كان يوصل إلى الامتثال للمندوب حينئذ نقول هذا الشراء مندوب. لماذا؟ لأن المندوب لا يتم إلا بذلك. من أين تأتي به؟ بالسواك. والأمر بالصلاة والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به يعني بهذا الفعل، وأمر بالذي، تبي أمر به يعني بهذا الفعل المنحتم، وأمر بالذي يتم به، تم به يعني كمل. ثم مثل بماذا؟ مثل بما جاء الشرع به بإجابه، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، قال أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، وكذلك قبل ذلك تعلم الصلاة. فالأمر بالصلاة أمر بتعلم كيفية الصلاة أو لا، لأنه لا يتم الصلاة إلا بالعلم بها، كيف يصلي إذا لم يتعلم؟ إذن كل أمر بعبادة أمر به بالعبادة، وبما لا تتم إلا وبما لا تتم العبادة إلا به، وأوله العلم بها.
ولذلك حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يحل لمسلم أن يتلبس بعبادة إلا بعد العلم بها، إلا بعد العلم بها. لماذا؟ لهذه القاعدة، وهي أنه لا يمكن إيقاع هذا الواجب على ما أراد الله تعالى إلا بماذا؟ إلا بالعلم بكيفية إيقاع العبادة. ولذلك الناس الآن مسائل الصلاة قد يحسنون شيئا منها، لكن الحج يذهبون دون علم ثم يلعبون، يلعبون بمعنى كلمة يلعبون، ثم إذا انتهى الحج قال لم أبت تلك الليلة وفعلت، ويبحث عمن يفتيه بالدم ونحوه. وما سبب ذلك؟ سبب إقدامه على العبادة دون أن يتعلم كيف يعبد ربه. إذن أقيم الصلاة أمر بالصلاة، أمر بتعلم الصلاة، أمر بالشروط المؤدية إلى إيقاع الصلاة على وجه الكمال، ومن ذلك الوضوء. ولذلك قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، يعني من ماذا؟ من معرفة الوقت، ومن معرفة استقبال القبلة، ومن معرفة أنواع النجاسات، إلى آخر ما يذكره الفقهاء في ذلك. لكن يجتمع فيه دليلان، ولو جاء بشيء أصله مباح يؤدي إلى الواجب ثم صار هذا المباح واجبا لكان المثال أحسن. ثم قال وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج، من الذي يخرج؟ المأمور به أي بفعله عن عهدة الوجوب، بمعنى أن الذمة تبرأ، بمعنى أن الذمة تبرأ. هذا قد يقال بأنه أمر معلوم، لماذا ينص عليه الناظم كغيره؟ لأن بعض أهل العلم يقول لا يحكم بالإجزاء إلا بدليل جديد، صلى صلاة مستكملة الشروط والأركان والواجبات، صحت أجزأت بريئة الذمة؟ قل نعم، بمجرد فعلها أو بدليل جديد، بدليل جديد أو بفعلها، قولان. المصنف ذكر هذه المسألة دفعا لمن قال بدليل جديد، بل بمجرد الامتثال على وجه الكمال بمطابقة ما جاء به الشرع، حينئذ نقول بمجرد الفعل حصل الإجزاء وبرئت الذمة، فلا نحتاج إلى أن نقول لابد من دليل جديد. وحيثما إن جيء بالمطلوب الذي أمر به ودلت عليه صيغة افعل مستكملا للشروط بهذا القيد، يخرج المأمور به يعني بهذا الفعل عن عهدة الوجوب فتبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة. حينئذ الإجزاء هو براءة الذمة، الإجزاء هو براءة الذمة، والإثابة الجزاء على الطاعة، إثابة الجزاء على الطاعة. هل كل مجزئ يثاب عليه؟ الجواب لا، قد يجزئ ولا يثاب عليه، كذلك. ولذلك العبد الآبق إذا لا تقبل منه صلاة حتى يرجع إلى سيده، إذن صلاته مجزئة ولكنه لا يثاب عليها، وقد يثاب ولا تجزئ الصلاة، قد يجتمعان الجزاء والإثابة، الإجزاء والإثابة قد يفترقان، قد يثاب ولا تجزئ الصلاة، يمكن؟ نعم ممكن. كيف؟ قد يدخل في الصلاة ويقرأ ويمشي خطوات إلى المسجد ويكبر ويقرأ ويسجد ويجلس في الصف الأول وينتظر الصلاة وتصلي عليه الملائكة وتدعو له، ثم بعد ذلك في آخر ركعة يحدث اضطرارا، حينئذ الصلاة هذه لا تجزئه، هل يثاب؟ نعم يثاب لا شك، بخطواته إلى المسجد وبقائه وانتظاره، قد يبقى من العصر إلى المغرب، يكون ماذا؟ حبيس المسجد، ملازم مرابط، حينئذ نقول هنا الإثابة وجدت على هذا القدر الذي بذله من الصلاة، لكن لا تكون مجزئة، لا تكون مجزئة، وقد تكون مجزئة وتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، لكنه لا يثاب عليها، كمن أتى كاهنا ولم يصدقه حينئذ لا تقبل له صلاة 40 يوما، وقد يجتمعان وقد ينتفيان. وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. ثم قال رحمه الله تعالى باب النهي، عقب به الأمر لأنه متلازمان الأمر والنهي، والنهي هذا يفهم بما قرر في باب الأمر لأنه متقابلان، كل ما يقال في الأمر يقال فيه في النهي. باب النهي يقال نهاه عن كذا، يعني منعه، النهي في اللغة هو المنع، ومنه سميت العقول نهى ونهية. قال هنا وأما تعريفه بالاصطلاح، قال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طال. تعريفه هناك قال ماذا؟ قال حده،
والحد أخص من التعريف. تعريفه استدعاء، قلنا السين هذه للتوكيد وليست للطلب، يعني دعاء تركه، يعني طلب تركه. خرج به ماذا؟ خرج به طلب ترك الفعل. خرج به ماذا؟ سمي. خرج به الأمر، خرج به الأمر، لأن الأمر طلب ترك، طلب فعل، والنهي طلب ترك متقابلان. تعريفه استدعاء ترك أخرج الأمر. ترك ماذا؟ ترك التنوين هنا عوض عن المضاف إليه، يعني ترك فعل، والفعل يفسر هنا بما فسر هناك، يعني كل ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو نية أو اعتقاد أو ترك، وكل ذلك يتعلق به النهي. قد وجب، يعني خرج النهي على سبيل الكراهة، فيشترط هنا ما يشترط هناك، بمعنى أن الأمر يكون من خصائص الوجوب، فالمندوب لا يكون مأمورا به، هنا كذلك النهي من خصائص التحريم، فالمكروه حينئذ لا يكون منهيا عنه، والصواب أنه منهي عنه حقيقة، وأنه حكم تكليفي. ترك قد وجب بأن لا يجوز له الفعل، فخرج حينئذ الكراهة. بالقول ها الذي هو صيغة لا تفعل، كما أن لي الأمر صيغة كذلك لي للنهي صيغة. هنا سؤاله تركته اختصارا، يذكر الأصوليون دائما هل عندما يعرف الأمر هل للأمر صيغة أو لا، ثم يعرفون النهي هل للنهي صيغة أو لا، ثم يعرفون العام هل للعام صيغة أو لا، هل له صيغة أم لا؟ الأمر هل له صيغة أم لا؟ السؤال بدعة. نعم أحسنت، السؤال بدعة لأن مبناه على بدعة، وما بني على باطل فهو باطل كذلك، لأن قولهم أن الأمر هل له صيغة أم لا، هذا من سلم بهذا السؤال سلم بأن الأمر إنما هو الأمر النفسي، الأمر النفسي، وإفعل يدل عليه وليس هو عين الأمر، هذا عند الأشاعرة، ولذلك تجد في كتب الأصول أنه ماذا يعرفون الأمر، إذ أصلا إذا أطلق الأمر المراد به الأمر النفسي، ونحن ما أردنا أن نفصل في ممر من أجل اختصار الوقت، موجود في الموسع من أراده ليرجع إليه. هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلق اللفظي. اعتراف، اعتراف أم لا؟ هو اقتضاء الأمر اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي، هذا الأمر هو النفسي، هذا الأمر هو النفسي. حينئذ إذا صدر المعرف تعريف الأمر أو النهي بأنه هو اقتضاء، هذه أشعرية، وهنا عندنا أشعرية مغلفة تركناها اختصارا، وهو أنه قال استدعاء ثم قال بالقول، استدعاء بالقول، لا الأمر ليس هو الاستدعاء، هو عين اللفظ. النهي ليس هو الاقتضاء والاستدعاء، بل هو عين اللفظ، لأنه لا فرق بين المعنى واللفظ عندنا، ولذلك مر معنا في الحكم هنا خطاب الله، قلنا ذو اللفظ والمعنى، إذا ليس عندنا فصال بين ماذا؟ بين المعنى واللفظ. ما هو الأمر؟ هو افعل. ما هو النهي؟ هو صيغة لا تفعل. كذلك حينئذ لا نقول الأمر هو اقتضاء، والذي يدل على هذا الاقتضاء هو صيغة افعل، والنهي هو اقتضاء ترك، والذي يدل عليه هو صيغة لا تفعل. لماذا؟ لأن هذا تسليم بأن الأمر أو الكلام على جهة العموم أنه شيء نفسي، وأن هذه الألفاظ تدل عليه، وهذا باطل، ولذلك يسلمون بأن الأمر نفسي، ثم يختلفون هل الأمر له صيغة أم لا، ثم خلاف بينهم، ولكن نحن نقول إجماع السلف أن الصيغة هي الأمر، لا شك أنه له صيغة افعل، وهي مغايرة لصيغة لا تفعل، يعني هذا الوزن مغاير لهذا الوزن، هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة، ولكن هل هو غير الأمر افعل، هل هو غير الأمر، هل لا تفعل هو غير النهي؟ الجواب لا، هو عينه، هو ذاته، لا فرق بينهما البتة. لكن لما قرروا أن القرآن هو الكلام النفسي وهذه المذكورات إنما هي دليل عليه، حينئذ وقعوا في نزاع في ذلك. إذن الصواب نقول أن الأمر لا نقول هل له صيغة أم لا، هذا السؤال بدعي، هذا السؤال بدعة، وإذا كان كذلك فهو باطل من أصله، لأنه مبني على تسليم أن الكلام الذي هو القرآن كلام الله تعالى أنه نفسي وليس به
بلفظي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي، هذا قاله صاحب المراقي وهو أشعري. قال هنا: تعريف استدعاء ترك قد وجب بالقول، يعني بصيغة النهي، وهي لا تفعل، لا تفعل، أو القول أو اللفظ الدال عليه بالوضع، لفظ الدال عليه بالوضع. لكن لا يمنع من ذلك أن نقول صيغة النهي، صيغة الأمر لا إشكال فيه، يعني التعبير لا إشكال فيه، افعل هي صيغة النهي، وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة. كذلك لا تفعل هو صيغة النهي، لكن عند التفصيل إذا جاء بالسؤال نرد السؤال من أصله. ممن كان دون الطالب، ممن كان دون من طلب، يعني في الرتبة، أخرج المساوي للمساوي فإنه يسمى ماذا؟ التماسا، كذلك وأخرج الأدنى إلى الأعلى فإنه يسمى ماذا؟ يسمى دعاء، وهذا بناء على التقسيم السابق. إذن المصنف هنا اشترط ماذا؟ اشترط العلو، كما اشترط هناك العلو، والعلو قلنا أعلى مرتبة من المطلوب منه، حينئذ هذا وصف للمتكلم، والاستعلاء غلظة وقهر في نفس الكلام، هذا وصف في الكلام عينه. إذا الفرق بين العلو الفرق بين العلو وبين الاستعلاء أن العلو وصف للمتكلم، والاستعلاء وصف لكلامه، وصف لكلامه. هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء؟ الجواب لا. هل يشترط في النهي العلو والاستعلاء؟ الجواب لا. وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. إذن هذا هو المرجح. إذن ممن كان دون من طلب، بل نزيد فائدة، وهو أن هذا التقسيم حادث لا يعرفه أهل اللغة، تقسيم إلى مساوي ومساوي وأدنى إلى أعلى وأعلى إلى أدنى لا يعرفه، وإنما يكون من أدنى كلما وجه صيغة افعل فهي أمر، كل من نطق بصيغة افعل سواء كان من أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى أو من مساوي إلى مساوي، كل من نطق منهم بصيغة افعل فهو أمر، لسان العرب لا يعرف غير ذلك. وكذلك كل من نطق بصيغة لا تفعل فهو نهي، سواء كان من أعلى إلى أدنى أو العكس أو من مساوي إلى مساوي. ومن بحث في هذا التقسيم لا يجد عليه إلا دليل الاجتهاد فحسب، ليس فيه أدلة عن العرب، لأنه كلام منقول مسموع، حينئذ العقل يستنبط، والاستنباط قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، عقل مجاله الاجتهاد، اجتهاد فحسب. واللغة مبناها على النقل، هذا من القواعد ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر، مبناها على النقل، كل ما نقل عن العرب، والعقل يستنبط ويرتب إلى آخره، وهذا التقسيم لا أصل له. إذن النهي هو استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، إذن فيه انتقاد، فيه انتقاد. أولا قوله قد وجب، الصواب أنه ماذا؟ لا يختص بالمحرم، النهي لا يختص به بالمحرم، بل المكروه كذلك منهي عنه حقيقة، وكل منهما هو حكم تكليفي. قوله ممن كان دون من طلب، يعني ممن كان دون الطالب كما قال فيما سبق، هذا كذلك مرجوح. قوله بالقول، نقول هذا لا يختص بالقول، قد يكون بالإشارة، وقد يكون بماذا؟ بالكتابة، وقد يكون بالقرائن المفهمة. إذن اللفظ الدال على ترك الفعل، أو اللفظ الدال على طلب ترك الفعل، أو ما دل، أنت مخير بين هذا وذاك، وقولنا ما أحسن ليشمل اللفظ ومزيد عليه. صيغة النهي لا تفعل، وهذا محل وفاق إذ هو عين النهي. صيغة النفي أو النهي، صيغة النهي لا تفعل، لا تفعل هذه تدل على أمرين، الأول التحريم، تدل على التحريم، متى ما أطلق صيغة لا تفعل فيفهم منها التحريم، ولذلك هذا في وزان ما سبق، بصيغة تفعل فالوجوب حقق، هو لم يذكرها هنا، لابد من ذكرها، بصيغة تفعل فالوجوب حقق، بصيغة لا تفعل النهي حقق، وهذا محل وفاق بين الصحابة، أن صيغة افعل تدل على ماذا؟ تدل على التحريم، وهذا الشأن فيها كالشأن فيما سبق ذلك، المراد بمطلق الأمر ومطلق النهي أنه عند عدم القرينة، أما إذا وجدت قرينة تدل على عدم التحريم فمحل وفاق، أو وجدت قرينة تدل على التحريم فمحله محل وفاق. إذن البحث في ماذا؟ في صيغة لا تفعل هكذا، لا تفعل، لا تقوم، لا تخرج، حينئذ نقول هذه الصيغة مطلقة عن القرينة،
ومطلقة عن دليل يدل على صرفها، إما إلى التحريم تأكيدا، وإما إلى ماذا؟ إلى كراهة التنزيه، وكذلك يكون من جهة الدليل. ودليل على ذلك إجماع الصحابة والتابعين، إجماع الصحابة والتابعين. وطالب العلم ينبغي أن يتنبه إلى أنه ليس كل خلاف يذكر في كتب أهل العلم عموما يكون خلافا مستقيما، ليس كل خلاف يذكر في كتب أهل العلم سواء كان في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو إلى آخره، نقول هذا لا بد من ضبطه بماذا؟ بما عليه الصحابة، لأن ذاك القرن قرن مزكى من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عدم قولهم بالحق هذا باطل باتفاق أهل الأصول، يعني لا يمكن أن يخلو ذلك العصر من قائل بالحق. فإذا قال قائل منهم بقول ما ولم يعلم له خلاف، ادعى أهل العلم قاطعا بأن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر إجماعا، فما اختلفوا فيه بين قولين فأكثر، حينئذ صار ماذا؟ في المتبع له الخيار في الاختيار مع إقامة الدليل. إن اتفقوا على قول واحد لا يجوز حينئذ إحداث قول للبتة، وإذا اختلفوا على قولين فأكثر هل يجمع على أحد القولين أو لا؟ هذه مسألة فيها نزاع عند الأصولية، يعني هل ثم إجماع بعد خلاف؟ هذا فيه خلاف بين الأصولية، والصواب أنه لا يكون إجماعا. إذا وقع الخلاف أولا بين قولين فأكثر فاتفق بعض العصور ولو كان التابعين، حينئذ نقول إذا اتفقوا على أحد القولين لا يرفع الخلاف. لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، المذاهب تبقى ولو مات أصحابها، حينئذ لو اتفقوا نقول هذا اتفاق الموجودين لكن ثم قول آخر، وإن ادعوا أنه إجماع فليس بإجماع في الحقيقة. إذن إجماع الصحابة والتابعين حيث إنهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل، الزنا محرم لا تقربوا الزنا، هل ثم دليل آخر؟ ليس ثم دليل آخر، فاستدلوا بنفس الصيغة على ماذا؟ على كونه يفيد التحريم ونحو ذلك، فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغة فينتهون عن المنهي عنه ويعاقبون المتلبس به. كذلك إجماع أهل اللغة واللسان على أن صيغة لا تفعل تدل على المنع مطلقا، يعني على التحريم. كذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا صيغة افعل فدل على وجوب الانتهاء، وما نهاكم يعني قال لكم لا تفعلوا، ما الواجب الذي يقابل به هذه الصيغة؟ فانتهوا، هذه صيغة ماذا؟ صيغة افعل تدل على الوجوب، فالوجوب حقيقة، حينئذ نقول وجوب الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن صيغة لا تفعل تفيد التحريم. قوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. إذن المسألة فيها وفاق، وما يذكر الأصوليون هذا لا يلتفت إليه، حيث الخلاف في هذه الصيغة وفي الصيغة الماضية، إجماع الصحابة على أن صيغة افعل مطلق الأمر للوجوب، إجماع الصحابة والتابعين كذلك على أن مطلق النهي للتحريم. حينئذ ما الخلاف الذي يذكره الأصوليون في كتبهم؟ خلاف طويل عريض، نقول هذا خلاف حادث. لماذا؟ لأن الإجماع منعقد أولا ثم بعد ذلك حصل الخلاف. هذا الأمر الأول الذي يدل عليه صيغة لا تفعل. الأمر الثاني الذي يفهم من الصيغة نفسها فساد المنهي عنه، ولذلك القاعدة هنا النهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يحررها طالب العلم، ينبني عليها مئات المسائل، وهي مما يدل عليه صيغة لا تفعل. فكلما نهى الشارع عن عبادة ما أو عن شيء يتعلق بالعبادة نقول يدل على فساد المنهي عنه، إذا لم يمتثل مدلول لا تفعل وتلبس به حينئذ نقول هذا باطل سواء كان عبادة أو كان معاملة. لماذا؟ لأنه كما فهم التحريم من صيغة لا تفعل كذلك فهم فساد المنهي عنه من صيغة لا تفعل. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قاعدة هنا كما ذكر ابن حجر وغيره أنه هو أساس هذه القاعدة،
وهنا تأمل من عمل عملا، من عمل عملا أي عمل لا يختص بعبادة ولا يختص بمعاملة، لا يختص بما كان داخل العبادة أو خارج عنها، وإنما جاءت نكرة في سياق الشرط، من عمل عملا ليس عليه أمره فهو، فوقع في جواب الشرط. إذن نكرة في سياق الشرط، والقاعدة هنا أن النكرة في سياق الشرط تعم. ما وجه العموم؟ أي عمل، أي عمل ينسب للشرع، ليس عمل دنيوية، أي عمل ينسب للشرع من عبادة أو معاملة، حينئذ إذا لم تقم على وفق الشريعة وقد تلبس بمنهي عنه، نقول هذه العبادة باطلة وهذه المعاملة باطلة، أي مردود عليه فهو رد، أي مردود عليه، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد، فإن وجد فيبقى مردودا فيما عداها أي الذات من آثاره وما يتعلق به. كذلك الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، واحتج ابن عمر رضي الله تعالى عنهم على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات على أنه فاسد. ما الدليل؟ لا تنكحوا. ما وجه الاستدلال؟ أن لا تنكحوا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كما أنه يقتضي التحريم، فإن وقع وتلبس ولم يمتثل حينئذ نقول هذا النكاح باطل. ما دليل البطلان؟ كونه تلبس بالمنهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا دون تفصيل، لا لوصف خارج إلى آخره. هذا كله من أقوال المتكلمين المتأخرين، والمسألة كما ذكرت لكم يعني تحتاج إلى أدلة وبينتها في المطول، وهذا خلاصتها أنه أن صيغة لا تفعل تدل على شيئين، التحريم وهذا محل إجماع وفساد المنهي عنه، وهذا وقع فيه خلاف، لكن ابن قدامة في الروضة حكى الإجماع على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقعه، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، يعني إذا أمر الشارع بالشيء فهو يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن ضده، وأنا أقول يستلزم بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن عندهم خلافا كذلك، هل هو عين المنهي عنه أم أنه يتضمنه أم يستلزمه؟ ثلاثة أقوال عند أرباب الأصول، أصحها أنه يستلزمه، يعني دلالة الالتزام، فليس اللفظ يدل على النهي عن ضده. فإذا أمر الشارع بأمر قم في الصلاة وقوموا لله قانتين، نقول قوموا هذا يستلزم ماذا؟ النهي عن الجلوس، فالجلوس منهي عنه في الصلاة، ما الدليل؟ وقوموا لله قانتين. إذن واضح هذا؟ فإذا أمر الشارع بشيء ما التلبس بضده نقول هذا منهي عنه، وأمرنا بالشيء المعين نهي مانع من ضده، من ضده الوجود، من ضده الوجود، والعكس أيضا واقع، وهو أن النهي عن الشيء يستلزم، أقول يستلزم بدلالة التزام. تعرفون دلالة التزام؟ دلالات ثلاثة أنواع: مطابقة والتضمن والتزام. المطابقة والتضمن على الصحيح، المطابقة محل وفاق، والتضمن على الصحيح أنها دلالة لفظية، يعني اللفظ يدل عليه، لفظ يدل عليه فهو جزء من اللفظ، وأما دلالة الزام لا، وإنما يدل عليها العقل، يفهم من العقل، كالزوجية بالنسبة للأربعة. حينئذ نقول دلالة صيغة افعل على لا تفعل بالالتزام، ودلالة صيغة لا تفعل على افعل كذلك العكس يكون به بالالتزام، لأن قررنا أن افعل ولا تفعل متغايران معنى وذاتا، معنى بمعنى أنه استدعاء ترك، استدعاء فعل في افعل، واستدعاء ترك في لا تفعل، ثم افعل ولا تفعل من حيث اللفظ متغايران. إذن بقي ماذا؟ بقي من حيث المعنى والالتزام، من حيث المعنى والالتزام. فافعل لا يمكن أن يمتثل به المرء إلا إذا ترك ضده، إلا إذا ترك ضده، فإذا أمر بالطهارة لا يمكن أن يمتثل إلا بترك ضد الطهارة وهو الحدث. إذا أمر بالنوم لا يمكن أن يمتثل إلا إذا ترك ضده للاستيقاظ، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، والعكس أيضا واقع، وهو أن صيغة لا تفعل تستلزم ماذا؟ صيغة افعل. حينئذ نهينا بالشيء أمر بضده، أمر بضده، هذا الذي يقرره أكثر الأصوليين بهذا التعبير، أمرنا بالشيء نهي من ضده. طيب قد يكون له أضداد،
قد يكون له ضد واحد، وقد يكون له ضدان، وقد يكون له أضداد، والعكس أيضا واقع. حينئذ نقول العبارة الصحيحة أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده، عن جميع أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. الآن إذا أمر بالقيام في الصلاة، القيام ما ضده؟ ضده الجلوس، ضده الاضطجاع، الاستلقاء. حينئذ يقول هذه ثلاثة أشياء أضداد لي للقيام. إذا أمر بالقيام فهو نهي عن أي شيء؟ عن الجميع أو عن بعضها؟ عن الجميع. إذا الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لا يمكن أن يتحقق له القيام إلا إذا ترك الجلوس وترك الاضطجاع وترك الاستلقاء وقل ما شئت مما يمكن فعله. حينئذ يقول أمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا عن بعض أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. قال لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. نقيض الزنا نكاح، ملك اليمين، نكاح الصوم، العفة إلى آخره، كلها مأمور بها. إذا قلنا النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده أو بجميع أضداده، بأحد أضداده، لأنه إذا نهي عن الزنا معناه ينكح أو صم أو استعف إلى آخره، فهو واحد من جميع الأضداد. ليس المراد به جميع الأضداد، يصوم ويتعفف وملك اليمين والنكاح إلى آخره، قل لا، وإنما المراد به شيء واحد. إذا العبارة الصحيحة فيما ذكره المصنف هنا أن نقول أمر بشيء نهي عن جميع أضداده، إذ لا يتأتى الإتيان بالمأمور إلا بالكف عنها كلها، والنهي عن الشيء سواء كان محرما أو مكروها أمر بأحد أضداده. الأمر بالصلاة قياما علم من ذلك النهي عن إقامة الصلاة عن كل الأضداد، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالقيام له أضداد ولا يمكن أن يتحقق إلا بترك جميع هذه الأضداد. لا تقربوا الزنا نهي عن الزنا، وعدم الزنا له أضداد من الزواج، ملك اليمين، نكاح الأمة، الصبر، الصوم، الاستعفاف، فنهى عن الزنا، فهل النهي حينئذ يتوجه إلى جميع الأضداد أم بعضها؟ نقول إلى بعضها، النهي يستلزم الأمر ببعض هذه الأضداد، ببعض هذه الأضداد، إما أن ينكح وإما أن يصم إلى آخر ما يمكنه. ثم قال رحمه الله تعالى وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوين هي. هذا تابع للأمر السابق. قال هناك أنها إذا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة بالفعل أو ندب، ذكر وصفين مما تأتي القرينة فتعدل بإفعل عن الوجوب إلى هذين الوصفين، إما الإباحة وإما الندب في الباب السابق. هنا قال وصيغة الأمر التي مضت في الباب الماضي وهو باب الأمر تريد يعني توجد، والقصد منها من تلك الصيغة أن يباح ما وجد، هذا تكرار لما سبق، يعني تفيد الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، بمعنى أن صيغة إفعال إذا رأيتها فتريث، قد يكون ثم قرينة وقد صارفة وقد لا يكون ثم قرينة صارفة. حينئذ إن وجد قرينة صارفة فقد تصرفه إلى الإباحة، قد تصرفه إلى الندب. كما أتت والقصد منها، كما أتت يعني صيغة إفعال للإباحة، أتت والقصد منها التسوية، يعني بين أمرين، اصبروا أو لا تصبروا، اصبروا أو لا تصبروا. هل المراد إحداث الصبر؟ لا، وإنما المراد به التسوية بين الأمرين، تسوية بين الأمرين. حينئذ تكون هذا مجاز، يكون هذا يكون مجاز، صيغة تفعل حقيقة بالوجود مجاز فيما عدا. كذلك تهديد، يعني تأتي صيغة تفعل للتهديد، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر، إذن يتلبس بالكفر، أمره الله تعالى بالكفر، جواب لا، إنما المراد به ماذا؟ التهديد، اعملوا ما شئتم، مراد به التهديد، إذن ليس المراد به الإيجاد، ليس المراد به الإيجاد. وبعضهم استدل بهذا لا فليكفر على أن الإنسان مخير، أنت مخير، إن أردت كنيسة، إن أردت مسجدا، لا إكراه في الدين، لأن الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يأخذون من القرآن ما يريدون. وتكوين هي كمن يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي هذه الكلمة؟ نحتاج إلى مؤتمر حتى نأتي بهذه الكلمة، وهي حب مريم عليه السلام، الله عز وجل بين هذه الكلمة. كذلك تهديد وتكوين هي،
كن فيكون يعني الإيجاد عن العدم بسرعة، قوله هي، هي أصله هي، هذه للسكت. ثم قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي. ذكر في هذا الفصل وجعله المصنف صاحب الورقات بعد الأمر من ضمن الأمر، لكن هو جمع بين الأمر والنهي لأنهما مدار التكليف، ثم بعد ذلك بين من الذي يخاطب بالأمر والنهي، وهو أحسن مما فعله صاحب الأصل. حينئذ من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ من الذي يخاطب بفعل ومن الذي لا يخاطب من الذي يخاطب بفعل ومن الذي لا يخاطب، ومن الذي يخاطب بصيغة لا تفعل ومن الذي لا يخاطب، لأن ليس كل مسلم يخاطب بفعل وليس كل مسلم يخاطب بلا تفعل، حينئذ لابد من معرفة طبقات المكلفين. قال هنا: والمؤمنون في خطاب الله، خطاب الله المراد به الحكم الشرعي الأمر أو النهي، والمؤمنون يعني كل مؤمن، كل مؤمن وهم المكلفون منهم، هم البالغون العاقلون، ومثلهم المؤمنات، حكمنا ليس خاصا به بالمؤمنين، كذلك نساء شقائق الرجال. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، والمؤمنات داخلات أيضا، ما الدليل؟ النساء شقائق الرجال. إذن كل ما خوطب به الرجل فالأصل، هذا الأصل أن المرأة كذلك، إلا لدليل، فإن لم يكن دليل حينئذ نقول أصله هو المساواة، أصله هو السواء الأحكام في شأن الرجال والنساء. والمؤمنون في خطاب الله يعني المؤمنون كل مؤمن، هل هنا للعموم تفيد معنى كل، والمراد بالمؤمنون هنا المكلفون منهم وهم البالغون العاقلون. خطاب لقد دخلوا جميعا إلا، أراد أن يستثني، إلا الصبي والصبية كذلك، إلا الصبي والصبية، والساهي حال سهوه، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، يعني إلا الصبي والساهي وذا الجنون، هؤلاء الثلاثة كلهم لم يدخلوا في خطاب الله. هذا ما يعنون له الأصوليون بماذا؟ ببحث التكليف، بحث التكليف. التكليف له معنى لغوي ومعنى الصلاح، تكليف مصدر كلف يكلف تكليفا، وأما في اللغة فهو إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، هذا أو ذاك من حيث المعنى اللغوي لا إشكال فيه، وأما في الشرع فهو الخطاب بأمر أو نهي، هكذا عبر بعض الحنابل، الخطاب بأمر أو نهي أو إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع، فيشمل حينئذ الأحكام الخمسة الأربعة على جهة الحقيقة والخمسة على جهة التغليب، لأن الذي يعبر عنه بأنه تكليف هو الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، وأما الإباحة فليس فيها تكليف، هذا الصواب، وإنما أدخل الأصوليون لما مر معنا. إذن إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة كل ذلك يعتبر تعبيرا صحيحا ولا إشكال فيه. ثم اعلم أن المحكوم عليه وهو المكلف بالفعل فيه شرطان، الشرط الأول العقل، لا يصح توجه الخطاب إليه إلا إذا تحقق فيه شرطان، الأول العقل والثاني فهم الخطاب، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، خطاب من لا عقل عنده هذا محال، كيف يخاطبه؟ تخاطب مجنون؟ كذلك الذي لا يفهم صبيا أو نحوه، وكذلك المجنون مثله، حينئذ يقول خطابه محال إذن لا يخاطب، فكل من انتفى عنه شرطان أو أحد الشرطين العقل أو فهم الخطاب نقول هذا غير مكلف، ويقابل العقل ماذا؟ فاقد العقل وهو المجنون، ويقابل فهم الخطاب الصبي الذي لا يفهم إن كان له نوع فهم، لكن الشرع حط عنه التكاليف. إذن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا، لأنه مأمور والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، قصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم. أقم الصلاة، لابد أن يقصد الصلاة، وإذا لم يكن له عقل ولم يكن له فهم حينئذ امتنع منه القصد، وإذا امتنع منه القصد انتفت النية، وإذا انتفت النية حينئذ انتفى التكليف، بمعنى أنه لا يصح منه عبادة البتة. إذن العقل والفهم، فهم الخطاب، هذان شرطان لابد من
تحقق النوعين في من يصح توجه الخطاب إليه. قال إلا الصبي والساهي وذا الجنون. الصبي هذا الانتفاء ماذا؟ لانتفاء فهم الخطاب. وذا الجنون لانتفاء العقل. لكن هل كل صبي يكون غير مكلف؟ الصبي على مرتبتين، على مرتبتين، مميز وغير مميز. من ولادته إلى سن السابعة على الصحيح تحديد بالسن يعني تمامها، هذا غير مميز، وهذا محل وفاق أنه غير مخاطب مطلقا لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بغيرها. وأما من تمت عنده السابعة إلى البلوغ هذا محل نزاع، محل نزاع، وجمهور أهل العلم على أنه غير مكلف للنص الوارد في ذلك. وإذا ورد النص حينئذ لاجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم حتى يكبر حتى يبلغ. إذن ثلاث روايات تفسر ماذا؟ أنه يرتفع عنه التكليف حتى يصل إلى مرحلة معينة، وبعد ذلك حينئذ نأتي بماذا؟ بالخطاب بالأمر والنهي. قال والساهي، الساهي اسم فاعل من السهوي، والسهو والذهول عن المعلوم أي الغفلة عنه، فيتنبه له بأدنى تنبيه. والسهو أخص من النسيان، النسيان أعم منه، لأن النسيان إذا حصل حصلت معه الغفلة ودون العكس، فكل نسيان سهو ولا عكس. ومثل الساهي لعله أراد به ماذا؟ أراد به النائم والغافل أو المغمى عليه، هؤلاء كلهم في حيز واحد، حينئذ نقول هؤلاء غير مكلفين. وجاء النص كذلك رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ. حينئذ الساهي يراد به الناس، ويراد به الغافل، ويراد به المغمى عليه، يراد به النائم إلى آخره. ونقول هؤلاء غير مكلفين، والنص يدل على ذلك. وذا الجنون ذا بالنصب كذلك يعني صاحب الجنون، لأنه من الأسماء الستة ذا وذا الجنون، معطوف على قوله إلا الصبي، هذا سكنه للوزن، وإلا الصبية هذا الأصل، والصبية كذلك، والساهي والساهية، وذا الجنون يعني صاحب الجنون. كلهم لم يدخلوا في ماذا؟ في خطاب الله تعالى، فهم غير مكلفين. والكافرون في الخطاب دخلوا، مفهوم قوله والمؤمنون في الخطاب، والمؤمنون فيما سبق، والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، مفهوم المخالفة أن غير المؤمنين غير داخلين كذلك، لأن هذا وصف ورتب عليه حكم، والحكم إذا رتب على وصف دل على علية الحكم، علية الحكم أو ما منه الاشتقاق، كأنه قال والمؤمنون قد دخلوا في خطاب الله لإيمانهم. إذن غير المؤمنين غير داخلين، هل أمر كذلك؟ محل النزاع. فصرح بما يخالف هذا المفهوم فقال والكافرون في الخطاب دخلوا. إذن لماذا خصصت المؤمنين؟ لأنه محل وفاق. ولماذا خصصت الكافرين؟ لأن المفهوم هناك أنهم غير داخلين، فلابد من التنصيص، لابد من التنصيص. والكافرون في الخطاب دخلوا، والكافرون وهو عاقل قد يكون عاقلا أو لا، ويكون ذا فهم، إذن اجتمع فيه الشرطان. ونحن قلنا ماذا؟ عاقل، العقل وفهم الخطاب، شرطان لابد من تحققهما في المحكوم عليه، بمعنى أنه لا يكون مخاطبا بالأمر والنهي إلا إذا تحقق فيه العقل وفهم الخطاب. الكافر يكون كذلك، إذن جاء على الأصل، لأن الأدلة الدالة على أنه لابد من العقل عامة لم تفرق بين مؤمن ولا كافر، والأدلة الدالة على اعتبار فهم الخطاب كذلك عامة لم تفرق بين مؤمن وكافر، ودل ذلك على استواء الطرفين، على استواء الطرفين. وإنما يخصص الشرع أحيانا في بعض المواضع ذكر المتقين أو المؤمنين، وذلك لماذا؟ لا لكونه احترازا عن الكافرين، وإنما لكون الذي يعمل ويتقبل ويهتدي هم من اتصفوا بهذه الصفة. ولذلك قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقط دون غيرهم، لا، هدى للعالمين، هو كذلك نذيرا للعالمين. حينئذ نقول القرآن للجميع، بمعنى أنه يخاطب المؤمن ويخاطب الكافر، لكن لما كان المؤمن هو الذي يعمل ويسلم له كأنه اختص به، وأما الكافر لعناده وتمرده كأنه لم يخاطب به، وإلا الأصل أنه مخاطب به. والكافرون
وهو العاقل الذي يفهم الخطاب في الخطاب دخلوا هل للعهد الذكري هنا يعني الذي سبق خطاب الله دخلوا وهذا عند الإمام أحمد والشافعي لأنه جائز عقلا وقام دليله شرعا يعني لا يمنع العقل أن يقال بني الإسلام على خمس شهادتين فلا بد من تحقق الشهادتين ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة والصوم والحج إلى آخره هذا يمنع العقل من هذا أن نجعل الشروط مرتبة بعضها مقدم على آخر فأنت مخاطب بهذه الخمس بني الإسلام على خمس ولا يتحقق الامتثال الكامل إلا بتحقق الامتثال الأول للشهادتين العقل لا يمنع من ذلك فقام دليله وهو جائز عقلا وقام دليله شرعا أما الدليل العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعها وبتقديم شهادتين من جملتها فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث المحدث يخاطب بالصلاة أو لا يخاطب بالصلاة يعني يؤذن المؤذن إذا أذن معناه دخل الوقت فخوطب بالصلاة إذا كان كذلك وهو محدث قل له قم فصلي مباشرة جواب لا وإنما يجب عليه أن يتطهر ثم بعد ذلك يدخل بالصلاة كونه على حدث هل يمنع من كونه مخاطبا بالصلاة الجواب لا كذلك الكافر كونه على كفره لا يمنع أن يخاطب بالصلاة والزكاة والصوم والحج فهو مخاطب بها وبما لا تصح إلا بها ولذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وإذا كان كذلك فجعل الشرط الأول الذي أو الركن الأول وهما الشهادتان شرطا في تحقق ما بعدهما وأما الآيات فقد ورد في القرآن آيات عامة تدل على ذلك قول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الناس لفظ عام فيدخل فيه كل من صلح له اللفظ إذا كان كذلك فالكافر داخل والمؤمن كذلك داخل يا عبادي فاتقون عبادي وقال وقيموا الصلاة أقيموا الواو هذه للعموم آتوا الزكاة الواو هذه للعموم تفيد كل مخاطب والكافر مخاطب قطعا مخاطب به بالقرآن وجاءوا لله على الناس حج البيت يا بني كل ذلك يدل على ماذا على أن هذا اللفظ عام فيشمل المؤمن والكافر كذلك جاء قوله تعالى وواضح بين في قوله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا هذه الآية تدل على ماذا على أنهم يستحقون العذاب لكفرهم ويستحقون العذاب لكونهم وقعوا في محظور وهو ماذا صد عن سبيل الله إذن هم مخاطبون بترك المنهيات قال دخلوا في سائل الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع في سائل يعني في جميع سائل بمعنى الجميع هنا جار مجرور متعلق بقوله دخلوا والكافرون في الخطاب خطاب الله تعالى دخلوا في سائر الفروع يعني في جميع الفروع الأوامر والنواهي والمندوبات والمكروهات فكل واجب يخاطب به المؤمن فالكافر مثله وكل محرم كبيرة من الكبائر أو دونها يخاطب به المؤمن فكذلك الكافر مثله ولا فرق البتة في سائر الفروع للشريعة وهي التي لا تصح إلا بالإسلام وفي الذي بدونه ممنوع بدونه بدون ماذا بدون الإسلام بدون الإسلام وفي الذي بدونه ممنوع وذلك الذي بدونه ممنوع الإسلام والإيمان إجماعا يعني شرط صحة العمل هو الإسلام شرط صحة العمل الإسلام فكل عبادة انتفى عنها هذا الشرط انتفت العبادة من أصلها لأن لب العبادة هو الإخلاص والإخلاص منتف في حق الكافر حينئذ لا يمكن أن يتأتى بالعبادة البتة وذلك الإسلام فالفروع فالتفريع تصحيحها أي تصحيح هذه الفروع بدونه بدون الإسلام ممنوع وهذا محل وفاق أنه لا تصح العبادة إلا بماذا إلا بالإسلام والإيمان أو محل وفاق إذن خلاصة أن الحق هنا والصواب أن الكافر مخاطب بماذا بالشريعة مطلقا أصولها محل إجماع
وفروعها المراد به الصلاة وما دونها. حينئذ هو مخاطب بهذه الصلوات والزكاة والصوم إلى آخره. يريد السؤال ما الفائدة؟ هو إذا أسلم لا يطلب منه القضاء، لا يطلب منه القضاء، لماذا؟ ها، الإسلام يجب ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من أسلم ولم يأمره بقضاء الصلوات. الأمر بالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لابد من أمر جديد. فكل عبادة مؤقتة من صلاة وصوم ونحوها لا يصح بل لا يجوز قضاؤها إلا بنص، إلا بنص. فإذا دخل وقت الظهر ثم خرج وهو متعمد لتركها، هذا إن قلنا أنه لا يكفر، الصواب أنه يكفر، إن قلنا بأنه لا يكفر وخرج وقت صلاة الظهر، حينئذ لا يشرع له أن يصلي الظهر بعد خروجها إلا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل البتة، ليس عندنا دليل البتة، حينئذ لا قضاء. لماذا؟ لأن الأمر الأول انتهى، انتهى امتثاله، لأن الله تعالى ما أمر بصلاة مطلقة، وإنما أمر بصلاة معينة، معينة من حيث الوقت، ومعينة من حيث المكان، ومعينة من حيث الفعل والصفة. فإذا كان كذلك فالجزء، فالوقت جزء منها، وإذا كان كذلك حينئذ نقول إخراجه عن وقتها يحتاج إلى دليل يدل على أن الوقت الثاني مساو للوقت الأول، وليس ثم دليل. وأما من قاس هذا على ذاك فقد قاس شيئا على شيء دون علة جامعة، لأن الله تعالى إنما حدد الوقت ابتداء وانتهاء لعلة، ما هي؟ الله أعلم بها. كذلك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر، ما الحكمة في تحديد هذا الوقت؟ لماذا لا يكون قبل الفجر بساعة وبعد طلوع الشمس بساعة؟ الله أعلم بها. إذن العلة غير مدركة. قياس ما بعد طلوع الشمس على ما قبله حينئذ يحتاج إلى علة جامعة والحكم ليس ثم علة. وأما الأمر السابق أقيم الصلاة، هذا أمر بصلاة في وقتها، وأما إذا فعل الصلاة بعد خروج وقتها هذه الصلاة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن ليست مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء بصلاة معينة لها ابتداء وانتهاء. وقل ذلك بشأن ماذا؟ الصوم. من أفطر بلا عذر لا يقضي، لا يشرع له القضاء، ولو صام ألف يوم لا يجزئه البتة. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى دليل يدل على القضاء. وأما كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام في وقته ثم أباح الصوم لأناس معينين لعذر معين، أما الذي يتعمد فلم يبح الله تعالى له الفطرة. إذن لا يطالب بماذا؟ بالقضاء. إذن ما الفائدة أن نقول مكلف؟ نقول الفائدة أخروية، فائدة أخروية، وهو أنه يزداد على الآية السابقة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل زدناهم عذابا، زدناهم عذابا فوق العذاب. أي عذاب؟ عذاب الكفر. فالكفر له عذاب خاص، وترك الصلاة له عذاب خاص، وترك الزكاة له عذاب خاص، وقل ذلك في سائر الواجبات والمنهيات. حينئذ كلما ترك واجبا عذب لذلك الواجب، مع التعذيب على ترك الإيمان والإسلام، لأن الإسلام يعتبر من الواجبات والأصول. ولذلك قال تعالى والذين لا يدعون الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثلاثة أشياء، الأول مقابل أي شيء؟ للشرك، والثاني والثالث معصيتان كبيرتان. ثم قال ومن يفعل ذلك، ما هو؟ التلبس بالدعاء، والتلبس بالقتل بغير حق، والزنا. من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف، المضاعف على أي شيء؟ على قتل النفس وعلى الشرك، هذا له عذاب، هو كافر، على قتل النفس بغير حق وعلى الزنا. إذن هذا نص واضح بين. ولذلك حكى بعضهم أن السلف قد أجمعوا على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لأن النصوص واضحة بينة، فإذا كان كذلك فلا يجوز العدول عن ظاهر النص البتة. وهذا كما قلت لكم فيما سبق أن ثم خلافا يذكر عند المتأخرين لا أصل له، كثير من المسائل الخلافية التي تذكر لا أصل لها، وقد يكون حتى عند بعض الكبار. ومن ذلك تارك الصلاة بلا عذر عمدا، هذا إجماع الصحابة على أنه كافر مرتد، وعشر عن الصحابة صح عنهم كما قال ابن حزم غيره أن من لم يصلي فهو كافر، هكذا.
وحكى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على ذلك، هو كافر. الخلاف الحادث الذي حصل هذا خلاف حادث، نحكم بأنه حادث. لماذا قال مالك؟ لماذا قال أحمد؟ لست مكلفا بالجواب عن ذلك، أنا مكلف بماذا؟ باتباع الكتاب والسنة. فدل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة فهو كافر. لماذا قال بعض الأئمة؟ يبحث عن العلة في ذلك، اعتذر لهم، لكن لسنا مكلفين إلا باتباع الدليل فحسب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العام. باب العام. لما فرغ رحمه الله تعالى من الأمر والنهي لذين حقهما التقديم، لأنهما متعلقان بنفس الخطاب الشرعي، شرع في الكلام على العموم والخصوص، وهما متعلقان بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به اللفظ. يعني هذه المسائل كلها أصلا لا فرق بين الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذا مما ينبغي أن يتبحر فيها الطالب. ما سبق هذا يؤخذ من سائر العلوم، من أول ما درسنا إلى قبيل الأمر، هذا يؤخذ من سائر الفنون، يعني النحو والصرف والبلاغ إلى آخره، ثم المقدمات المتعلقة بأصول الفقه والفقه إلى آخره، هذا أمر سهل. لكن الذي ينبغي التوسع فيه هو باب الأمر والنهي والعام والخاص، لأنه دلالات الألفاظ، والبحث إنما يكون في هذا النوع، والنظر فيه والتعمق فيه يغنيك عن كثير من القياس، يغنيك عن كثير من القياس، لأن القياس فيه تفريعات كثيرة جدا، وكثير منها لا أصل له، كثير منها لا أصل، لكن هو في أصله في جملته لا شك أنه دليل شرعي. لكن من تمعن وتبحر في اللغة العربية في دلالات الألفاظ على جهة الخصوص يستغني، كما قال ابن تيمية وهو قول حق، يستغني عن كثير من الأقيسة. قال هنا: باب العام. العام في اللغة هو الشامل، العام هو الشامل، مأخوذ من العموم وهو الشمول. قال هنا الناظم رحمه الله تعالى، ولم يذكر إلا مسألتين: تعريف العام وذكر بعض الألفاظ الدالة على العموم، ثم ختم به أن العموم من خصائص الألفاظ ولا يشمل ولا يدخل الأفعال. قال: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربعي. وحده أي تعريفه لفظ، إذن لابد أن يكون لفظا، فالعام والعموم وصف للألفاظ لا وصف للمعاني. هل يجوز وصف المعاني بالعموم؟ في خلاف، اتفقوا على أنه يوصف به، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين. وأما الأصل فالعام وصف لللفظ نفسه، الناس هذا اللفظ عام، يا عبادي عبادي هذا اللفظ عام، فهو وصف لماذا؟ لللفظ. وهذا الذي يعنينا، لأن بحثنا في ماذا؟ في دلالة الألفاظ. نحن سنقرأ القرآن وسنقرأ السنة، حينئذ ننظر في ماذا؟ في الألفاظ، وأما المعاني فهذه شيء آخر. لفظ يعم أي يتناول، أي يتناول، هنا المراد يعم، ليس المراد به العام صلاحا، وإلا لزم الدور. وعلمنا معرفة المعلوم، قلنا الذي من شأنه أن يعلم لئلا يلزم منه ماذا؟ تحصيل الحاصل. ما هو العام؟ قال: العام لفظ يعم. يعم من ماذا؟ قال: من العام. ما هو العام؟ هو اللفظ الذي يعم. إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى الدور، وهذا ليس مراد، وإنما المراد بالعموم هنا يعم لغة، والعام المعرف صلاحا. فرق بين المعنى الصلاحي والمعنى اللغوي. إذن يعم يعني يتناول دفعة واحدة، أكثر من واحد، أكثر الألف للإطلاق، من واحد خرج به نحو زيد، زيد يدل على واحد، إذن ليس بعام، لأن العام والخاص هنا متقابلان، كما نقول افعل لا تفعل متقابلان، العام يقابله الخاص، كل ما خرج عن العام فهو دخل في الخاص، وكل ما خرج عن الخاص دخل في العام، إذن هما متقابلان، فكل ما نحتاج إلى إخراجه هنا حينئذ يكون داخلا في حد الخاص. زيد هذا خاص أو عام؟ هذا خاص، لأنه يدل على واحد، على شخص، على شخص. يعم يتناول دفعة واحدة أكثر من واحد، إذن ما تناول واحدا حينئذ نقول ما دل على واحد، ليس ما تناول واحد، ما دل على واحد حينئذ يكون خاصا وليس بعام. وهذا المراد به ماذا؟ أنه يأتي اللفظ يفهم من ظاهره أنه واحد. وقلت لا يتناول الواحد، هذا خطأ في التعبير، لأن العام قد يخصص منه إلى أن يبقى واحد، أو إلى أن يبقى اثنان، أو إلى أن يبقى ثلاثة، أقل الجمع محل خلافه. لكن كونه يدل بذاته بلفظه كزيد على واحد، نقول هذا خاص وليس
بعام من واحد كذلك خرج به النكرة بالإثبات أن لا تعم لأن تدل على شيء واحد بخلاف النكرة في سياق العموم. والنكرة في سياق الإثبات الأصل فيها أنها لا تعم وقد تعم قد تعم وذلك إذا أريد بها الامتنان من غير ما حصر يعني من غير دلالة على حصر. أراد به ماذا؟ إخراج ما دل على أكثر من واحد لكنه بحصر وهو أسماء العدد. عشرة دل على أكثر من واحد أو لا؟ دل على أكثر من واحد لكنه بحصر. والعام لا يكون بحصر. الناس هذا يدل على ماذا؟ على أكثر من واحد لكنه بماذا؟ بلا حصر غير معدود يعني النهاية غير معلومة غير معروفة. إن حدد النهاية حينئذ يكون من الخاص لا من العام. فالعشرة والمئة والألف والمليون والمليار إلى آخره هذه كلها تعتبر من الخاص من واحد من غير ما حصر ما هذه زائدة هنا هذه زائدة لا مكان لها. من واحد من غير دلالة على حصر يرى بالمناء للمجهول على قولهم تكملة غير الصيغة وهو تكملة للبيت. إذن أراد بهذا صاحب الأصل ورقات قال ما عم شيئين فصاعدا ما لفظ عم شمل تناول شيئين فصاعدا فأكثر لكن لابد أن يزاد عليه ماذا؟ بلا حصر. هنا قال لفظ يعم يتناول أكثر من واحد لكن بلا حصر احترازا عن ماذا؟ عن أسماء العدد. من قولهم يعني هذا المعنى مأخوذ من ماذا؟ من قولهم عممتهم يعني شملتهم بما معي من العطاء. قل ماذا؟ عم المطر الأرض أو القرية يعني شمل. عم التاجر الناس بعطائه يعني شملهم وتناولهم بالعطاء. إذن له معنى في اللغة أخذ منه هذا المعنى الاصطلاحي لأن الحكم يعم. قد أفلح المؤمنون هنا عندنا حكم وعندنا محكوم عليه. ما هو المحكوم عليه؟ المؤمنون. لفظ عام طبق الحد لفظ يعم أكثر من واحد أو كذلك أقل الجمع ثلاثة بأكثر من غير ما حصر. إذن لا حصر المؤمنون هذا لا حصر له. هنا عندنا هذا محكوم عليه له أفراد. أفلح هذا الحكم وهو إثبات الفلاح للمؤمنين هنا الفائدة في كون الحكم قد رتب على اللفظ هذا التركيب كما يقول المناطقة أنه في قوة مئات القضايا. لماذا؟ لأن المؤمنون يدخل تحته زيد وخالد وعمر إلى آخره. فبدلا من أن يقال زيد مفلح عمر مفلح لإيمان بكر مفلح هذه قضايا مبتدأ وخبر جاء بهذا التركيب وعلق على الوصف لأنه هو المقصود. عندما يقول زيد مفلح زيد من أهل الجنة ليس المقصود ذاته وإنما المقصود ماذا؟ لأنه مؤمن لأنه مسلم إسلامه بفضل الله تعالى أدخله الجنة. إذن ليس لذاته. فإذا قيل المؤمنون قد أفلح المؤمنون إذن لإيمانهم هذا تعليل للحكم حينئذ يكون الحكم معللا. الحاصل أن الحكم المعلق على اللفظ العام يتبع كل فرض على جهة الخصوص. واضح هذا؟ الحكم المعلق على اللفظ العام يتبع جميع أفراده فردا على جهة الخصوص بمعنى أن كل واحد يصح أن يخبر عنه بالحكم. فتقول زيد مفلح عمرو مفلح لإيمان زيد المؤمن مفلح خالد المؤمن مفلح وهكذا. ولذلك قال هناك مدلوله كلية إن حكم عليه في تركيب من تكلم حينئذ يكون من قبيل الكليات. قال هنا من قولهم عممتهم بما معي إذن فيه تناول وفيه شمول في المعنى اللغوي وكذلك المعنى الاصطلاحي. قال ولتنحصر ألفاظه في أربع لما قال وحده لفظ إذن هو لفظ إذن مرده إلى ماذا؟ إلى لسان العرب. والذي يحكم بأن هذا اللفظ عام أو أن هذا اللفظ خاص هذا يعم أو لا يعم هذا النقل وبالاستنباط العقلي بمعنى أنه لابد من اجتماع الأمرين. فيأتي اللفظ منقولا الناس نطقت به العرب هذا لابد منه ثم الفهم لتركيبة الناس من حيث المفرد
ومن حيث الدلالة الجمعية. قال ولتنحصر، اللام هنا بمعنى الأمر ولكن الجملة لي لخبر، يعني وتنحصر، وتنحصر ألفاظه ألفاظ العام في أربع لا يزيد عليها، أو أنها أكثر من ذلك، هي أكثر من ذلك، لكن أراد الأربع هنا من باب التسهيل، من باب الاختصار والضبط للمبتدئ. الأول الجمع، الجمع والفرد معرفان باللام كالكافر والإنسان، الجمع والفرد، الجمع كل جمع مطلقا بمعنى أنه لا يختص بنوع من الأنواع، كل ما دل على جماعته. فقوله الجمع هنا المراد به الجمع اللغوي وليس المراد به الجمع الاصطلاحي، فكل ما دل على جماعة حينئذ يكون داخلا في هذا التركيب، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، اسم الجمع، اسم الجمع الجنسي إلى آخره، كل ما دل على جماعة يكون داخلا، لكن بشرط دخول الاستغراقية عليه. ولذلك قوله باللام الجمع والفرد المعرفان باللام، حينئذ الجمع قد يأتي نكرة وقد يأتي معرفا باللام. جاء رجال يفيد العموم؟ لا، إنما يدل على أن ثلاثة قد قدموا، وما زاد هذا محتمل، وما زاد فهو محتمل. حينئذ الجمع بلا أل نقول هذا لا يفيد العموم، والجمع المعرف بأل يفيد العموم. الجمع والفرد يعني الاسم الواحد المفرد، الفرد الاسم الواحد المفرد، المعرفان كل منهما الجمع والمفرد باللام. وأطلق اللام هنا ولكن لابد من التقييد، المراد بها اللام الاستغراقية، اللام التي تفيد الاستغراق يعني الشمول، هذا معنى ماذا؟ معنى العموم، العموم لابد فيه من شمول، وإذا كان كذلك فليس كل لام تفيد هذا المعنى. فإذا كان كذلك حينئذ اللام الاستغراقية ضابطها هي التي يصح حلول لفظ كل محلها ويصح الاستثناء من مدخولها. وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان واحد، لفظ إنسان واحد، الإنسان إنسان هذا مفرد كذلك، إنسان مفرد يدل على واحدة، دخلت عليه أل، حينئذ أل هذه يحتمل أنها للعهد، يحتمل أنها للجنس، يحتمل أنها استغراقية، إذا كان كذلك فلابد من اختبارها. وهنا جاء النص بالاختبار ملفوظا به وهو الاستثناء، إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا ممن صدق عليهم لفظ إنسان، إذن دل على ماذا؟ على أن قوله الإنسان المراد به كل إنسان، كل إنسان، فأل هنا بمعنى كل، فإذا صح أن يحل لفظ كل محل أل فهي استغراقية، وكذلك يصح الاستثناء من مدخولها يعني من لفظ إنسان. فقوله إلا الذين آمنوا هنا نقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا مستثنى من قوله إنسان، حينئذ نقول هذا اللفظ يفيد العموم. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ضعيف، يعني كل إنسان، كل إنسان. ولذلك جاء وصفه بالجمع أو الطفل الذين، أو الطفل الذين، الذين هذا جمع نعت للطفل، والشرط في النعت والمنعوت ماذا؟ التطابق، تطابق هنا، قل نعم تطابق حيث المعنى. فأل هنا للاستغراق كل طفل الذين، فدل على أن أل هذه استغراقية لوصفه به بالذين. قال باللام كالكافر، قال كافر في النار يعني كل كافر، كل كافر في النار. والإنسان في قوله إن الإنسان لفي خسر، ذكر اثنين. وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء، وكل مبهم لا يتبين معناه إلا بغيره، هذا معنى الإبهام، هذا معنى الإبهام. ويكون بماذا؟ يكون في الشرط اسماء الشروط، ويكون في أسماء الاستفهام، ويكون كذلك في الموصولات، يكون في الموصولات الإسمية، لكن بشرط كلها أن تكون ماذا؟ إسمية. الشرط منه ماذا؟ منه حرف ومنه اسم، الحرف لا يدل على معنى، إذن لا يمكن أن يدل على العموم، إذن المراد به ماذا؟ الأسماء الشرطية، وأما الحروف فليست داخلة معنا. كذلك الاستفهام منه حرف كهل والهمزة، ومنه ماذا؟
ومنه أسماء، والمراد هنا معنا الأسماء. إذن وكل مبهم لا يتبين معناه إلا بغيره، الإبهام في الأسماء، أسماء الشرط والاستفهام، أنها لا تدل على معين. وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تبين وتعين المرادة. من الأسماء هذا قيد، لأنه أراد ماذا؟ أراد الاحتراز عن حروف الشرط، وهو إن وإذ ما على قول، وصاب أنها اسم، وإذ ما حرف، صاب أنها حرف. وكذلك الاستفهام منه اسم ومنه حرف، فقول من الأسماء احترازا عن همزة الاستفهام وهل الاستفهامية. وكل مبهم من الأسماء لا من الحروف، فليس داخلا معنا. من ذاك، يعني هذا مثال من ذاك المبهم الذي ذكره سابقا، ما للشرط والجزاء، للشرط من جزاء، للشرط والجزاء نسختان، والواو أحسن، والواو أحسن. فما الشرطية تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم. وما الاستفهامية تفيد العموم، وما الموصولة تفيد العموم. إذا ما كيف ما أتت، ما كيف ما أتت موصولة أو شرطية أو استفهامية فهي من صيغ العموم، لأنها مبهمة. من ذاك ما شرطية موصولة استفهامية حالة كونه مستعملا في أفراد ما لا يعقل، شرطا كان أو موصولا أو استفهاما، أو استفهاما للشرط والجزاء. وما تفعل من خير يعلمه الله، أي عمل تفعله أو لا، أفادت العموم أو لا. وما تفعل من خير، من خير بيان لما، جار مجرور وقع بيانا لما. إذن أي خير، أي عمل من خير تعمله يعلمه الله تعالى، فيها عموم أو لا، فيها عموم. كذلك قوله وما عند الله خير للأبرار، يعني والذي عند الله، إذن أفادت العموم. ما الذي عندك، هذا أفادت العموم من حيث السؤال عن أي شيء كائن، عن أي شيء كائن عندك. ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ من كذلك من الأسماء المبهمة، أيضا لفظ من مطلقا شرطية أو موصولة أو استفهامية تفيد العموم، تفيد العموم. لفظ من في عاقل، يعني استعمالها في لسان العرب إنما تكون في عاقل، وبعضهم يعبر في ماذا؟ في عالم، لأنه قد تستعمل في شأن الباري جل وعلا، شأن الباري جل وعلا. ولفظ ما في غيره، في غير العاقل، وما هنا أعادها فيما سبق، لكن لما قيد ما سبق بقول للشرط والجزاء قد يفهم أن ما إذا كانت موصولة أو استفهامية ليست من صيغ العموم، فقال ولفظ ما في غيره، أعاد ما هنا لأجل إدخال الاستفهامية والموصولة، لأنه نص فيما سبق على ماذا؟ ما الشرطية، بقي ما بنوعيها الآخرين وهما الاستفهامية والموصولة، ولذلك قال ولفظ ما في غيرهم. ولفظ أي فيهما، أي كذلك من صيغ العموم، سواء كان شرطية أو موصولة، شرطية أو موصولة. هل تأتي استفهامية؟ قل أي شيء أكبر شهادة، جاءت أو لا، استفهام أو لا، تأتي استفهامية. إذن تأتي استفهامية. ولفظ أي فيهما، ضمير يعود إلى أي شيء في العاقل وغيره، يعني أي تستعمل في العاقل أو شيء تقول في العالم وفي غيره، فلا تختص بواحد منهما. ولفظ أين، وهذه تكون شرطية واستفهامية موصولة. هل تأتي أين موصولة؟ لا تأتي موصولية، أين شرطية وتأتي استفهامية. أينما تكون يأتي بكم الله، أي مكان تكونون فيه يأتي بكم الله، أينما تكون يدرككم الموت، إذن فيه عموم. ولفظ أين وهو للمكان، العموم يكون في المكان، العموم قد يكون في الأشخاص، وقد يكون العموم في الأزمان، وقد يكون العموم في الأماكن، وقد يكون العموم في الأحوال، ويختلف جهات العموم. ولذلك قال وهو للمكان، يعني أين يفيد المكان، يفيد المكان. كذا متى الموضوع للزمان، متى تأتي شرطية وتأتي استفهامية. انظر هذا الباب لا تفهمه إلا إذا فهمت ماذا الموصولات والشرطيات الأخيرة. عندك هناك تردد، هنا سيقع التردد. الأصل بقاء ما كان على ما كان، إن كان اليقين فهو المستصحب، وإن كان الظن والشك فهو المستصحب.
حينئذ وقع عندك تردد هنا سيقعته. إذن أين متى؟ هل تأتي استفهامية؟ ها متى تسافر؟ استفهامية متى تسافر؟ في عموم متى تسافر؟ ما وجه العموم هنا؟ سؤال على الوقت، أي وقت؟ اليوم، غدا، صباحا، ظهر، في عموم. تناول شيئين فأكثر، متى تسافر؟ في عموم، أي وقت تسافر، في أي وقت. والوقت هنا يصدق على ماذا؟ على متعدد، بعد ساعة، غدا، بعد غد، إلى آخره. حينئذ في عموم، أين تسكن؟ هذا فيه عموم. ما وجه العموم؟ كل مكان يصدق جوابا للسؤال أو لا، لأنه باعتبار السائل لا باعتبار علم المجيب، إنما باعتبار السائل. فيسأل يقول أين تسكن؟ إذن في نفسه ماذا؟ أن ثم أماكن متعددة يمكن الجواب بها، هذا أو ذاك. كذا متى الموضوع للزمان، إذا متى الزمانية وأين المكانية تدل على العموم. ولفظ لا في النكرات، لفظ لا في النكرات يعني النكرة في سياق النفي، هذا الذي عناه. النكرة في سياق النفي تعم لا إله إلا الله، لا إله نفي هنا عام أو لا، إله إله نكرة في سياق النفي فيعم كذلك. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة يعم أو لا يعم؟ يعم، يعم ماذا؟ كل صلاة فرضا أو نفلا، فرضا عينيا أو فرضا كفائيا كذلك يعم. لا صلاة، إذن نقول نكرة في سياق النفي. ولفظ لا النافية حالة كونها داخلة على النكرات، ومنه لا إله إلا الله، لا أحد أغير من الله، ما لكم من إله غيره، ولم تكن له صاحبة، إلى آخره. ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، هذا تكرار مع ما مر. ثم ما يعني لفظ ما في لفظ من أتى بها مستفهما يعني الاستفهامية، ماذا أجبتم المرسلين؟ ثم قال رحمه الله تعالى إذن هذه الأبيات ذكر في أربعة أنواع من صيغ العموم، وأنت لن تضبطها من هذا المحل، وإنما تعرف أن العموم ما تناول شيئين فصاعدا، وهو وصم للألفاظ، وهو له صيغ، هذه صيغ منقولة عن العرب ليست اجتهادية، وإنما العقل يستنبط فحسب، ثم التوسع في هذا يأتيك في المطولات. ثم ختم بمسألة وهي هل العموم يكون وصما للأفعال أو لا؟ هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص تعم أو لا؟ الجواب لا، أن الوصف بالعموم إنما يكون في ماذا؟ في الأقوال فحسب، وأما الأفعال فلا تعم إلا إذا حكاها الراوي بصيغة تدل على التعليل، إلا إذا حكاها الراوي بصيغة تدل على التعليل. قال رحمه الله تعالى ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، مراد به معنى المصدر لا الفعل الاصطلاحي، بل وما جرى مجراه يعني ما جرى مجرى الفعل كالقضايا المعينة، لأنها ماذا؟ لأنها تحتمل الخصوصية. قضاء صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لا يعم كل جار، لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل الخصوصية، وهو كالقضايا المعينة. كذلك قول صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد، تعبير هنا المراد به الشاهد سهى، هل يعم كل سهو أم سهو خاص؟ لا يعم، وإنما هو سهو خاص على حسب ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه فسجد هذه مسألة أخرى، لأنه جاء الصحابي هنا بماذا؟ جاء بالتعليل، دل على أن السجود سببه السهو، إذن السجود يشرع عند السهو أو بسبب السهو، لكن هل هو كل سهو فيعم؟ الجواب لا، لأن السهو فعل والفعل لا عموم لهم. ثم العموم أبطلت دعواه يعني من قال بذلك من أهل العلم، كذلك جمع في السفر، سفر فعل من أفعاله، حينئذ نقول لا يعم كل سفر. كذلك صلى في الكعبة هذا فعل لا يعم كل صلاة، ولم يختص بالنافلة فقط، ولا نقول هذا يعم الفريضة في الفعل، بل وما جرى مجراه. نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا مجموعة من الأسئلة وبعض الاقتراحات، اقترح بعض الإخوة تمديد الدرس بعد العشاء، أظن أنه يمدد يعني ويحتاج إلى تمديد آخر.
بعض الإخوة أيضا يسأل عن السفر فضيلة الشيخ، إذا حصل الفيزا هل يتاح له مكان الإقامة ونحو هذا؟ الذي علمته من الشيخ حفظه الله أن هذا غير متيسر الآن، لكن من أراد الذهاب يعني يدبر الآن. هذا قيد يا شيخ علي، غير متيسر الآن معناه سيتيسر إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله ذلك. يعني من باب التفاؤل حسن، ونحن نرغب في هذا. الطلاب يسألون أن يأتوا مكة وكذا يلازم الدروس، نحن نرغب في هذا، لكن ليس كل ما يرغب فيه ينفذ. نعم. أيضا سؤال آخر عن حفظ المراقي أم الكوكب الساطع يكون أولى؟ هذا فيه نظر باعتبار الطالب نفسه، هل يقوى على حفظ الكوكب أم لا؟ كوكب يزيد على المراقي بنحو 400 بيت وزيادة، 84. إن كان يقوى ويجد همة فالكوكب لا يعدل عنه البتة، وإن كان لا يستطيع يعلم من نفسه. والمراقي في بعض الألفاظ في غالبها يعني ميسرة بالنسبة للكوكب، يعني أيسر. فإن كان يخشى من نفسه هو القاعدة الأولى لابد أن يحفظ هذا أو ذاك، لكن هذا أكمل من الثاني. الكوكب الساطع أكمل من مراقي السعود. إن وجد همة ووقتا وذكاء وحفظا فلا يعدل عن الكوكب بشيء البتة. إن كان لا يستطيع حينئذ ينزل درجة إلى مراقي السعود وهو أولى. بارك الله فيك. أخي بيقول يعني أن أنا كبر سني، سنه 30 سنة، مش عارف كبر إزاي يعني، على طلب العلم بعد 30 سنة، يعني هل كبر سنك؟ والنظم يقول وليس للعلم أوان في الطلب، وابن زياد بعد 70 طلب، صحيح. عاش 120 تقريبا، صحيح. أخ أيضا يذكر الإخوة بصيام يوم الخميس في الغد القريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما هي الغاية من دراسة العلوم الشرعية؟ العمل ثم العمل ثم العلم، العمل كأنها نصيحة أيضا، والدراسة وسيلة والعمل غاية لمعرفة مراد الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث قارئ القرآن، المؤمن القارئ القرآن، المنافق القارئ القرآن، الحديث المعروف، فيريد تذكير من فضيلة الشيخ بهذا الأمر. سأل وأجاب، كفى إن شاء الله تعالى. كيف يتبحر طالب العلم في الألفاظ اللغوية؟ بالممارسة. إذا نقول طالب العلم إذا كان القرآن من محفوظاته، هذا عنده خزينة قد لا يعرف قدرها، لكن الذي يجعلهم يسألون عن القاموس ولا المعلقات إلى آخره، لأنه ما يشتغلون بما في صدورهم. وإلى الأصل أنه يأخذ القرآن من أول إلى آخره، فيجعل كما قلت سابقا تطبيق النحو والصرف والبلاغة واستنباط القواعد، خذ من أول البقرة أو الفاتحة ويمشي على ذلك، تمرس، خذ معك كتاب أو كتابين من التفاسير التي تعتني بهذا، حينئذ تجد نفسك قد ضبطت العلوم وقد استفدته، ثم تكونت عندك ملكة من حيث الوقوف مع الألفاظ، لأن شيء إذا وقف معه برز، وإذا برز صار مستحضرا فيه في الذهن، لكن تكون عنده تراكيب وعنده ألفاظ لأنه لم يقف معها، حينئذ كأنه لا يستحضرها. إذا جاء حكم شرعي في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإجماع من العلماء على العمل بهذا الحكم، فهل أتبع الإجماع مع عدم صحة الحديث؟ وهذا الأصل. كان بعضهم جعل الإجماع مصححا للحديث، لكن صواب لا، لا يعتبر من الصحيحات، الحديث الضعيف والإجماع هو الذي يعتبر حجة. والله مجموعة يعني أوراق من الإخوة فيها طلب من الشيخ أن يذكر بعض شيء من سيرته في طلب لا العلم. الذي يريد فليرجع إلى سير أعلام النبلاء. لن يجد يقرأ ما شاء هناك. والله تكررت كثيرا، فلذلك يعني عرضت على فضلتك. التكرار لا يستلزم الإجابة. قال بعضهم إن الوضوء لا يمثل له لا يمثل به لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الوضوء مأمور به بأمر مستقل. طيب قلنا دليله أمران. نعم. دليله أمران، النص وهذه القاعدة. هذه جهة. نعم. لو قيل مثلا شراء السترة، سترة واجبة في الصلاة، ستر العورة، شراؤها الشراء الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، بيع وشراء.
حينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وإطلاق الكراهة؟ إطلاق الكراهة؟ هذا السؤال. على كل كراهة التحريم مراد بها التحريم، وكراهة التنزيه مراد بها ما يقابل التحريم. واضح بي. لكن هذه على ما ذكرناه سابقا، التقسيم الكراهة بأنه ما يقابل التحريم لا ينزل على الكتاب والسنة كذلك، فيطلق الكراهة في القرآن بمعنى التحريم، لكن هذا بيناه فيما سبق ونحتاج إلى إعادة. جميع ما يذكر هنا لا ينزل مباشرة على القرآن والسنة، لا بد من التريث والتأني، لكن المعاني لا بد أن تكون مدلولة بالكتاب والسنة. ما أثيب فاعله ويثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا معنى الواجب، هذا يدل عليه الكتاب والسنة، لكن نسميه واجبا؟ وكلما وجد لفظ الواجب نحمل عليه؟ الجواب لا. جزاك الله. فرغت نفسي 3 أشهر لدراسة الأجرومية ونصف قطر الندى ولم أجد ثمرة، فلم أحصل شيئا، فهل أترك دراسة اللغة إلى فن آخر أستطيع أن أتقنه؟ هذا لعله طريقة خاطئة، لعل الطريقة خاطئة، فبين الطريقة نجيبك إن شاء الله. ما معنى الحد أخص من التعريف؟ لأن التعريف معرف على 3 قسم، حد ورسمي ولفظي وعلم. معرف على 3 قسم حاد، فهو قسم من أقسام المعرف، فالمعرف عام وينقسم إلى 3 أقسام، الحاد والرسم إلى آخره. مجموعة أسئلة أيضا وردت في تفصيلات في بعض المسائل التي ذكرها فضيلة الشيخ من خلال النظم، ويعني هذه التفصيلات ليس هذا محلها، يعني موجودة في الشرح المطول على الموقع 45 درس. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.